سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ماذا لو قلت لك أن شهر رمضان هو ليس فقط شهر صيام، وليس فقط شهر قيام وتراويح، وليس فقط شهر إفطار وقراءة قرآن وصدقات وطاعات؟ ماذا لو قلت لك أن شهر رمضان المغزى منه أكبر من ذلك كثيرا؟ أبدأ بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. All praise is due to Allah. We praise Him and we thank Him. And may peace and blessings be upon the final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Whomsoever Allah guides, no one will ever be able to misguide. And whomsoever Allah misguides, no one will ever be able to guide that person. What if I told you that the month of Ramadan is not just about fasting, and it's not only about breaking the fast and doing the taraweeh and the qiyam, and it's not only about doing the qiyam in the night and the sadaqat and all kinds of worship? The month of Ramadan have a broader meaning. I start with what Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah said in the Quran: O you who believe, fasting have been prescribed for you, and upon the nations that came before you, perhaps you achieve piety. إذن Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن أن الصيام كتب عليكم، كتب لكم، يعني كما أنك تذهب إلى الطبيب لتشكو له آلامك وأوجاعك فيشخص حالتك ويكتب لك، يكتب لك علاج ليزيل هذه الآلام، تأخذه في وقت معين، في كمية معينة، في كورس معين، حتى تنتهي منه وتصبح إيش؟ صحي. فكذلك تماما المقارنة، الله سبحانه وتعالى يستعمل هذه الكلمة بالذات، سبحان الله والإعجاز الكلامي في القرآن. يا أيها الذين، يخاطبك الله يتكلم معك: كتب عليكم الصيام حتى تشفى روحك وتشفى نفسك وتستعيد نفسك
وحتى يعني كما أن البدن بحاجة إلى الدواء، فإن نفسك بحاجة إلى الصيام، وروحك بحاجة إلى هذا الصيام سبحان الله وتعالى، وهو بحاجة إلى هذه الطاعات. الله أكبر، ما هذا المعنى العميق، ما هذا المعنى العميق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في كلمة وهي كتب عليكم، كتب عليكم الصيام. ف my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala used the word prescribed for you. That fasting have been prescribed and He used it for a reason. Because the same way when you go to a doctor and you complain to him your pain or whatever that may you may be going through, maybe you have a headache, maybe you have a stomach ache or anything of that sort, the doctor diagnoses you and he prescribes for you something that you may have to take in a certain amount of time, in a certain amount of quantity, and you take a specific medicine, and then what happens? You become healed. And the same exact example, Allah subhanahu wa ta'ala uses that word exactly. He uses, fasting have been prescribed for you. Why? So you may be healed. The same as your body needs the medicine, your soul needs a medicine as well. And that which is of fasting and all the worship that comes with it. Subhanallah Azim. What a deep meaning in fasting. That's absolutely love the miraculous journey that you see in the Quran. So, الهدف من رمضان أيها الأحبة هو تحقيق التقوى. وما الذي يحصل إذا حقق الإنسان التقوى؟ تحصل بدايات عظيمة. بدايات عظيمة. فأعطيكم بعض الأمثلة التي حصلت في تاريخنا الإسلامي. فمثلا القرآن الكريم أنزل في رمضان، وهذه بداية عظيمة للبشرية كلها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أيضا غزوة بدر كانت نقطة تحول للمسلمين كاملة، حصلت في رمضان. وأيضا إحدى الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في رمضان، والرواية الثانية أنه ولد في ربيع الآخر، ولكن هناك اختلاف بين أهل العلماء. ولكن العبرة أن البدايات العظيمة تحصل في رمضان أيها الأحبة. كذلك تماما يجب أن يكون لك بداية عظيمة في رمضان. يجب أن يكون لكل شخص هنا، لكل أخ ولكل أخت، أن يكون لك بداية عظيمة فيها، تبدأ من هنا وتستمر معك إلى رمضان القادم. هذه العبرة، هذه العبرة من هذا الشهر أيها الأحبة، أن نعيد الحسابات، أن نصفي الحسابات، وأن نبدأ من هنا من رمضان، ولا أن نعود في رمضان ما أن ينتهي هذا الشهر، سبحان الله، كما يحصل مع كثير من المسلمين، ما أن انتهى رمضان إلا وقد رجع، قد عاد إلى ما كان عليه من قبل. سبحان الله، لا نحن نراه في المسجد، ولا نراه في صلاة العشاء، ولا يصوم، ولا يقرأ القرآن، والعياذ بالله ولا يصلي، بل وقد يعود إلى الحرام. نسأل الله العفو والعافية. لابد أن يكون لك إعادة تهيئة في رمضان أيها الأحبة. So my dear brothers, what happens when you achieve the taqwa, the fruits of taqwa, what happens when you achieve it? You know what happens? A great start for you and all the Muslims if we renew our intention. I'll give you a couple of examples. For example, from our Islamic history, the Holy Quran was revealed in Ramadan. Also, the war, Ghazwatu Badr, the war of Badr, it was a changing point for the entire Muslims. It also happened in Ramadan. And if we look at some of the narrations that the Prophet ﷺ was born in Ramadan. And this is a narration, the other opinion says that he was born in Rabi' al-Akhir, but the moral of the story, the point is that great things happen in Ramadan. Not only great things, it's the start of your entire future. We cannot be in Ramadan, my dear brothers, that by the time Ramadan finishes, you go back to everything that we used to do. Some of us, we abandon the masjid. May Allah protect us. We don't see them until Friday, until the next Friday. Some of us, they stop praying. Some of us, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ May Allah protect us. They commit ma'asi immediately after Ramadan. At Eid time,
خلاص رمضان is over, eight time is here, let's go back to the ma'asi. May Allah protect us. That's not the moral of the story of Ramadan, my dear brothers and sisters. The moral of Ramadan is that you revive yourself. It's an opportunity for you to revive yourselves. ونحن لا ننظر إلى رمضان بأنه جوع وصيام وتعب ولكنه فرصة لتجديد أنفسنا. So we don't look at Ramadan as a way, as it's hunger and tiredness and exhaustion. No, it's an opportunity to revive ourselves. This is the moral of the month of Ramadan. إذن أيها الأحبة علينا أن نستغل الفرص وأن يبدأ يومنا في الصلاة في صلاة الفجر على وقتها وأن ينتهي يومنا في الصلاة في صلاة العشاء على وقتها وأن نأتي إلى المسجد على الأقل مرة في اليوم في رمضان وبعد رمضان لا بد من ذلك أيها الأحبة لا بد من ذلك وأن يكون لكل واحد فينا هدف للمدى البعيد هدف ألا وهو نصرة المسلمين كاملة نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون نيتنا أن ننصر إسلامنا أن ننصر المسلمين في كل مكان هذا يعني واجب على كل مسلم أيها الأحبة تبدأ في نفسك نطهر أنفسنا من الفساد نطهر أنفسنا من المعاصي ثم ننقل هذا الدواء الذي أفاد الصحابة رضوان الله عليهم الذي جعلهم من رعاة للغنم إلى قادة للأمم نأخذ هذا الدواء ونعطيه لإخواننا وأخواتنا ألا وهو القرآن والسنة ونوزعه وأن يكون لنا هدف لإعادة تجديد أنفسنا والأمة الإسلامية اللهم آمين So my dear brothers, we have to take the opportunity for this amazing month to revive ourselves to be a great start. We have to take this month. We have to make our days in Ramadan and after Ramadan as a beginning. Our days have to begin with Salah, to pray Fajr on time. Our days have to end with Salah, to pray Isha on time. We have to come to the masjid, my dear brothers, at least once a day, in Ramadan and after Ramadan. We don't just come to the masjid to eat and fill our stomachs for iftar. It's not how it's supposed to be. And we have to, my dear brothers and sisters, each and every single one of us, young and old, men and women, brothers and sisters, have to have a goal for the long term, which is to support the Muslim, entire Muslim Ummah all over the world. SubhanAllah. Now you may ask me, like Muhammad, you come here, you tell us you want us to change the world and to support the Muslim nation. Why not? Why can't we just have a basic goal, which is to live with dignity and honor and freedom? Why not? Why are we so surrender and submissive? Right? SubhanAllah al-Azim. So, إخواننا في فلسطين منهم من يقتل في سبيل الله ومنهم من يهجر من بيوته ومنهم من يؤسر في سجون الاحتلال تحت رحمة اليهود سبحان الله العظيم وأغلبهم سجنوا على ظلم لم يرتكبوه وإخواننا في اليمن أكثر من 2 مليون يمني طفل في حالة مجاعة شديدة يكاد يموت من الفقر وأكثر من 20 مليون مسلم يمني متأثرون في الفقر الشديد الفقر المدقع كما يقولون وإخواننا في سوريا وإخواننا في الصين والتصفية العرقية التي تحصل في الصين وفي ليبيا وفي كل العالم متأثرون في هذه في الظلم والعدوان فلما لا يكون لنا جيل قادم هدفه الواحد والوحيد والأول والأخير هو نصرتهم لما لا لما لا هذا هو حق أنا لا أحرض على العنف على فكرة لا أحرض على العنف ولا في السياسة ولا في أي شيء ولكني أطالب في أبسط حقوق الإنسان
وهي أن يكون لنا حرية وكرامة والعيش بكرامة. هذه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. Our brothers in Palestine, some of them die for the sake of Allah. Some of them, they get imprisoned under the mercy of the Yahud, the Jewish Israeli government. Some of them, they leave their homes, they become homeless. In Yemen, more than 2 million child is starving to death. More than 20 million Muslim Yemeni is affected by extreme poverty. In Libya, in Syria, in China, ethnic cleansing that is happening to the Muslims, my dear brothers and sisters. So why can't we have a goal for the long term to support all the people, all the Muslims that need the support? Why can't we dream like Martin Luther King? He used to have a dream. A white man eats next to the black man. Why can't we have a dream to live with dignity? Allahu Akbar. To live with dignity and honor and freedom. Is that too much to ask? I am not embracing violence at all. I just want honor and dignity for the Muslims all over the world. That's all I'm asking for. For example, I'll give you an example. You might ask us, oh Muhammad, you come in here, you're asking us to change the world. How can we change the world? Something as simple as use your own talent. Meaning, if you're into business yourself, you can create a company with the main goal to support the Muslims economically. That's one way to make the Muslims stronger. If you're into medicine or a doctor, then you can create some kind of a health organization to support the Muslim medically for those who needs it in the areas that are in need. If you are into law, then you can defend those who need to be defended, like those who are getting cleaning ethnically in China. You can defend them in front of the whole world and don't even be shy about it. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض في فلسطين وفي سوريا والعراق وأفغانستان واليمن والصين وفي كل مكان في العالم اللهم آمين اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم تب علينا اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدايا